رجع للنادي الاهلي. بصرت النهارده بيقول انه تفاجأ برحيله عن النادي الاهلي وقرار اقالته عن الفريق. انت تفاجأت برحيل لاسارتي ولا كنت متوقع الامر تماما؟ لا طبعا انا ما كنتش متفاجئ من ان هو يمشي، لان انا توقعت ان هو بعد الماتش ده لو خسر هو بيخسر بطوله ما بيخسرش ماتش. صحيح. لو كان بيخسر ماتش ما لا يبقى مفاجأة، لكن انت بتخسر بطوله. خسرت قبل كده بطوله كبيره، وخسرت بطوله الكاس وبطوله الدوري. انت يعني اجتهدت فيها وكويس، والراجل اديت ما عليك وخدنا البطوله بايا كان بقى الامور ايه، لكن النادي الاهلي انا شايف ان هو استحق، لان النادي الاهلي جه من بعيد وكان مضغوط في الاول وخد البطوله. لكن النادي الاهلي لما بيخش في 3 4 بطولات يعني ما بيرضيش جماهير الاهلي ولا بيرضينا ان احنا ناخد بطوله واحده. صحيح. لان النادي الاهلي بيبقى المرشح الاول في كل البطولات. لا، وخاصه ان انت خروجك كان من كاس مصر من دور ال 16 مش دور نهائي، خروجك من دوري ابطال افريقيا بنتيجه يعني مهينه جدا لاسم وتاريخ النادي الاهلي امام صن داونز بخماسيه، وبالتالي دي مش خساره عاديه كمان يعني. بالظبط بالظبط. الشكل اللي خرجنا بيه ما كانش كويس، وبالذات مباراه بيراميدز انت برضو لعبت مع الخصم ده اكتر من مره وخسرت منه. فعوامل كثيره لازم تعجل ان انت تمشي. طيب الاهلي اتاخر في قرار إقالة لاسارتي، يعني كان ممكن القرار ده يبقى بعد الدوري على طول؟ انا شايف ان القرار ده اتاخر. القرار ده كان بعد الدوري، كان هيبدا موسم جديد دم جديد معسكر. مدرب هيبدا يحفظ، المدرب بيعرف اللعيبه امتى، في فط اعداد صح، بيجيب لعيبته بيحط النظام بتاعه الطريقه اللي هيلعب بيها، وهيغير اكتر من طريقه عشان اللعيبه تعود عليها. لكن تستمر المدرب وتيجي تغير بعد كده فيها تاخير. لكن برضو عايزين نقول الحقيقه، النادي الاهلي لحق الامور، وبرضو التوقيت مش بعيد قوي، يقدر يجي مدرب في الفتره دي ونشتغل مع النادي الاهلي كويس. بس يعني يا ريت الاختيار يبقى كويس. تحب تكون موجود في جهاز فني للنادي الاهلي، جهاز فني بقياده مدير فني اجنبي؟ انا يعني لو عرض عليك تبقى مدرب عام مع مدير فني اجنبي للنادي الاهلي توافق؟ اوافق طبعا. لان النادي الاهلي، بص انا اقول لك للامانه، انا ما بشتغلش مدرب عام مع اي حد خالص. خلاص عدت المرحله. لكن النادي الاهلي لو اشتغلت في النادي الاهلي اقول لك ايه، ده بيتي وفضله عليا، وما اقدرش اقول للنادي الاهلي حاجه. فمع النادي الاهلي انا وافق النادي الاهلي، لان النادي الاهلي ده بيتي، ده يعني اللي اداني اسمه شهرتي. ويكون ان شاء الله يعني اكيد لما يجي مدرب النادي الاهلي برضه بيختار مدربينه بعنايه. اتمنى ان يكون المدرب الجاي يكون كوتشنج اكتر، يعني يكون بيعرف يدير اللقاء. هو لاسارتي كان عنده برضه مشكله شويه في فئه الاداره يعني، عشان حتى لما يبقى موجود مشكله المدربين الاجانب، يعني اكلمك بامانه، مش كل المدربين الاجانب كويسين، ومش كل اللي بيجوا الوطن العربي صح. مميزين صح. وحتى على مستوى اوروبا لما بنقعد نتفرج، انت تلاقي نفسك بتطلع على مستوى الدوري الاسباني والايطالي والانجليزي وبتاع، طلع لك 3-4 مدربين كويسين. صحيح. هتقول جوارديولا، جوردن كلوب، يورجن كلوب، جوارديولا، جوزيه مورينيو. مورينيو النهارده حتى اختفى، لان مورينيو علاقاته بالنجوم مش كويسه يعني. لكن تتكلم سيميوني هتلاقي 3-4 لعيبه، مدرب توتنهام طبعا زين الدين زيدان، عشان زيدان برضو زيدان يعني مدرب كويس، وان كان الفتره الاخيره في مشاكل مع ريال، لكن هتطلع كم مدرب. فمش كل المدربين، في مدربين مصريين احسن، انا بكلمك بامانه. بس احنا عندنا هنا برضو المشاكل ممكن النادي الاهلي لغاها من زمان، ان المدرب المصري زمان كان عنده العاطفه، بيحب وبيكره. صح. انا بقولها بامانه، لكن الاجيال اللي موجوده حاليا خلاص، احنا واحد زي اللعيب بقى بياخد مبالغ كبيره. فانا اقدر اعاقب اللعيب كويس قوي.